شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى منافسات مسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وحضر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة منافسات مسابقة الإبل والخيل بحضور أنجال سموه سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة. وأقيمت أمس منافسات بطولة ناصر بن حمد للصقور والصيد بمسابقة الإبل والخيل على كأس سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة، حيث شهدت الأشواط منافسات قوية بين المشاركين من الملاك. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن هذه البطولات تعتبر من الموروثات الأصيلة التي تحظى باهتمام ودعم من القيادة الرشيدة وحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث يوجه جلالته بدعم هذه البطولات وحملها كإرث على عاتقنا ودعم الملاك من أجل المواصلة على هذا المنوال والمشاركة في البطولات القادمة. وبين سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لبطولة سموه للصقور والصيد يؤكد حرص سموه على تنفيذ توجيهات وتطلعات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مبينا أن البطولة حظيت بصدى واسع في الأوساط الرياضية وشهدت مشاركة واسعة من الملاك. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالمشاركة الكبيرة من قبل الملاك والتي شهدتها مسابقة السلقان والإبل والخيل، مؤكدا سموه أن المتسابقين أظهروا مستويات قوية انعكست بصورة واضحة على نجاح المنافسات. وأوضح سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الهدف من البطولة ليست إقامتها فقط، إنما الاستمرار في تنظيم مثل هذه البطولات والتي تنعكس على أداء الملاك بمختلف المشاركات ويخدم في المقام الأول الجهود للمحافظة على الرياضات التراثية للحفاظ على القيم والموروثات العريقة النابعة من التراث الوطني الأصيل. مشيرا سموه إلى أن الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة العليا برئاسة السيد خليفة عبد الله القعود محل تقدير واعتزاز، ومقدما الشكر لكافة أعضاء اللجان العاملة في البطولة.